مشاهدينا الافاضل، مرحبا بكم، اهلا وسهلا الى ملعب الكامب نو. ومن دون ليو ميسي الذي يدخل في هذه اللحظات سيكون في كرسي الاحتياط بعدما غاب في المباراه الاولى التي لعبت هنا وفاز فيها البارسا بالخمسه. برشلونه يستضيف ريال مدريد في نصف نهائي كاس اسبانيا. الاتحاد لعبت السنه الصينيه تهديد في بدايه هذه المباراه. كره مارسيلو، انطلق سيميدو على الجهه اليمنى والتغطيه من مارسيلو من كلا الفريقين. وكوتينيو في رأي تسلل، الحكم المساعد رفع الراية معلنا في الكلاسيكو أمام البارسا وطرق فينيسيوس. وضع التسلل يقول في القابل بعيد كريم بنزيما، استلام حلو يا ولد، العرضية جول، العرضية جول. لوكاس فاسكيز، لوكاس فاسكيز أمامنا هنا. الوقت لم يمضي كثيرا ويأتي هدف من الأهداف السريعة في إطار مباريات طبعا الكلاسيكو. الكرة الملعوبة من فينيسيوس ولوكاس فاسكيز، أول أهدافه في مباراة الكلاسيكو، وهدف غالي جدا. لكن التحرك في ملعب الكامب نو، أمامنا هنا انطلاقة، هل يكون الرد السريع؟ كرة ملعوبة أمامية، مالكم فرصة ذهبية اليوم، هذه مالكم. الكلاسيكو بمن حضر، يعني البعض يقول لك الدور الاول. ادي امامنا هنا السلام ومحاوله المرور والعرضيه، ولكن كره مقطوعه. سيميدو والانطلاقه والفاول، وعلى طول ماتيو لاهوز. وادي امامنا اول انذار في المباراه، اول انذار في المباراه. باسكيز على طول، كره ثابته ملعوبه على طول. الكره كوتينيو بالكعب طبعا، اللي بيلعب في هذا اللقاء قادما من نادي جريميو، تدخل وصولا النصف النهائي وتخطى ميليا وليجانس وجيف العمق الى لوكاس باسكيز. لكن التغطيه ارتور، ولكن هنا فينيسيوس يمرر الكره السريعه، يترك هالو فرصه، لكن هنا كره فينيسيوس كان لازم يمرر، كان قائمه نهائيا. ادي امامنا هنا جوردي البا، وكره من سواريز. هل يسجل فينيسيوس حضوره في هذا الظهور؟ ولكن الخبرة، ولكن المرة دي تطلع كرة إلى خارج. بيكي يلعب مع سيميدو، لا هو ولا أرثور، مر وضيعها وراحت سهلة لكايلور ناباس. المرجع اليسرى جوردي ألبا، طبعا كوتينيو، أولولو، رائعة من جهة جوردي ألبا، كاد يسترجعها وسيميدو يتفوق ومارسيلو يتفوق مرة ثانية. والحكم لويس واريز، لويس واريز محاصر لم يجد ما يفعل. مالكوم والكرة مرت سلامات، الكرة مرت سلامات بعد هذه الراسية منه كوتينيو. مالكوم يفضل الكرة البعيدة والدفاع يدخل كريم، وكريم وسيميدو وارثور مازال، وارثور يبحث عن راكيتيتش يستلمها، مالكوم يطلبها، يبحث عن سواريز. لوكاس دخل، لوكاس يوزع كرة خطيرة وبيكي. مالكوم دخل، كرة خطيرة وممتازة، سيميدو بابا خطيرة. هذه أول أخطر، مالكوم في تنفيذ الركنية يرفعها عالية خطيرة وصعبة وخروج. مالكوم يراوغ وفي خطايا فينيسيوس، خلف مالكوم وجول بابا 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 قائم. ثاني فرصة للبارسا هذه المرة، أحلى وأجمل، ضربت في العارضة الأفقية لكايلور نافاس، أقل فينيسيوس وبنزيما، يا 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 باسكيز فينيسيوس، لا لا ديرو من راموس ما بنزيما من امام سيميدو، والكرة راحت للتماس. مالكوم يلعبها، الكرة سواريز، با 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 ماذا فائدة؟ الركنية تنفذ من كوتينيو وكارفاخال، كثيرة من هنالك، راكيتيتش، لا لا